معاك. قولي لي بقى. فتوح، اولا النهارده كان في حاجه كويسه حصلت، ايوه. ان الثلاثه احمد فتوح، مصطفى الزناري، محمد صبحي كانوا موجودين في نادي الزمالك، جم نادي الزمالك، راحوا النادي النهارده، راحوا النهارده النادي، ماشي، وحرصوا ان هم يتوجهوا للجيم وادوا تدريبات تاهيليه هناك. ومحمد صبحي حرص ان هو يعقد جلسه مع كابتن محمد عبد المنصف واعتذر له فيها، وقال له ان هو يعني متقبل اي قرار من الاداره القانونيه ومن مجلس الاداره، واثبتوا يعني حسن نيتهم في الاعتذار الثلاثه. ماشي. فاعتقد دي خطوه كويسه جدا جدا من الثلاثه، وخاصه فتوح لان هو اللي عليه اكتر طبعا الاضواء، يعني طبعا. اللي هو انت هتمشي ولا هتكمل. اوكي. وفي نفس التوقيت محمد صبحي اللي شبه اتم اتفاقه مع الانضمام لبيراميدز. ايوه. فهنا في عندك مشكله ان انت ماشي هتجدد لفتوح، وفي بالفعل مفاوضات كتير جدا دلوقتي تم فتحها خلال الساعات اللي فاتت بين خال فتوح او قريبه من بعيد، اللي هو اللي بيحاول ان هو يقود الصفقه مع الانديه. احنا عندنا مثلث في الانديه، زمالك، الاهلي، بيراميدز. الاهلي ابتدى يتراجع شويه فعلا، او المفاوضات توقفت حاجه بسيطه، لان دلوقتي بقى في ديل بالاحترام والتعامل كويس جدا مع اداره النادي الاهلي. كمان موضوع فتوح وموضوع بعض المشاكل اللي فتوح مفيش ديل اثرها بشكل او مش بشكل قوي، رسمي ما هو يعني، مش بشكل رسمي. ولا حتى ودي. المشاكل اللي اثرها فتوح دي خلت الاهلي ايوه، يعمل علامات رجل ورا استفهام ورجل قدام. ومش عايز ياخد الخطوه الاساسيه ان هو يجدد له. اوكي. ونفس الشيء كان بيراميدز، بس بيراميدز بعد ما قال ان هو ممكن يتراجع دخل بقوه تاني دلوقتي، تاني بيراميدز بعد في ما الصوره. بالظبط نفس اللي حصل، ده حصل لو تفتكر مع سيف فاروق جعفر ويوسف اسامه نبيه. ايوه صح، فاكر اللي حصل؟ نفس السيناريو. اللي هو بيضم، انت عايز تاخد اللاعب ما عنديش مشكله، خده اعاره، اللاعب على قوتي. فتوح في مفاوضات كتير جدا، في تدخل بعض الناس عن طريق الاستاذ ممدوح عباس، وهم هيشاركوا في الصفقه، هيشاركوا فيه، هيشاركوا في الصفقة، وهيلبوا الفتوح طلباته، وهيلبوا الفتوح طلباته. ماشي. كمان في بعض اللي موجودين من أعضاء المجلس هيدخلوا في الموضوع. أوكي. يعني زي ما احنا كنا شايفين الأستاذ هاني برزي تكفل من جيبه الخاص وعمل مكافأة 100,000 جنيه للعيب، لكل لاعب. نفس الشيء هيبقى عن طريق عامله موضوع فتوح، هو أولويته. فحتة الأول خالص دي كان موضوع إن فتوح قافل الديل تماما، وحصل بعدها موضوع المعسكر، فبعدها خلاص احنا مش هنقدر نجدد، مفيش فلوس. هنا المشكله كلها كانت في الفلوس. ماشي. الفلوس دي دلوقتي هتبتدي تتحل ازاي؟ اولا بعد رجال الاعمال اللي هم هيبتدوا يتبرعوا، بس مش هيبقى عن طريق الصندوق، لان الصندوق دلوقتي الفلوس خلصت. هنقولها بقى دي بعدها، يعني طيب. ايه اللي حصل فيها. ماشي. تاني حاجه، هم هيبقى ديل ازاي؟ الديل ان في قروض. قروض، انت قلتي الموضوع ده الحلقه فاتت. الزمالك بيقدم دلوقتي، او وزاره الشباب والرياضه متدخله في ده، عشان يبقى في قرض لنادي الزمالك وضمان الوزاره بحوالي 300 مليون. ماشي. وبعد كده هيبقى في قرض تاني مثلا بضمان الاشتراكات ب 100 مليون، وقرض تاني بضمان ارض 6 اكتوبر. أوكي. ده علشان يقدروا يسدوا المديونات الكتيره جدا جدا اللي على نادي الزمالك. تمام. اللعيبه كلها في ازمه كبيره جدا، ليهم فلوس. بالظبط. لكن اللي انا بنبه هنا واحنا اهو بنقوله، محمد صبحي انت محتاجه، لان انت ما عندكش بديل، هو حارس كبير على فكره، وانت ما عندكش بديل. وصبحي يعتبر خلص. وعايز اقول لك على حاجه، المقربين من صبحي قالوا ان هو كان مستني ان حد من نادي الزمالك يقعد معاه، ومحدش قعد معاه، محدش قعد معاه اصلا، محدش اتكلم معاه، ومحدش فتح حته المفاوضات معاه. فمجرد ان الثلاثه كانوا موجودين النهارده وراحوا نادي الزمالك وانتظموا وراحوا في وقت التدريب، بس ادوا التدريب بتاعهم في الجيم، هم كده بيثبتوا حسن نيتهم للجمهور وكمان لمجلس الاداره. طبعا. مجلس الاداره بكره هيبقى فيه قرار. الاداره القانونيه قدمت التقرير بتاعها، مش لسه هي قدمت بالفعل. ويومها اصلا كان في كل الحاجات الخاصه بالجلسات، كان قبلها محمد صبحي ومصطفى الزناري، وتاني يوم كان فتوح، وكل ده تم تقديمه وعلى علم بيه كابتن حسين لبيب والمجلس. تمام. بكره بس هو منتظرين الحسم الامر، لكن في تدخلات لحل الموضوع كله. ازمه القيد اخبارها ايه في نادي الزمالك؟ الزمالك ما عندوش اي بديل دلوقتي غير ان هو يحل الازمه، بس منتظر موضوع القروض، هي الوحيده اللي هتقدر تحل الازمه. اوكي. بمناسبه موضوع صبحي، يعني خليني اقول لك ان البديل في حاله رحيل صبحي واتفاقه مع بيراميدز بيفكروا في جنش، عوده جنش. ابو جبل لا شويه عشان يعني مشكله الشناوي، عشان برضو الفلوس، وهم فتحوا معاه تفاوض،
وخلي بالك جنش مرحب، لكن طبعا هو برضو مستني قرار وموافقة من النادي ومن الجهاز الفني. طيب.